أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح عنا بها ما أشكل حتى يفهم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. وبعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلني وإياكم في زمرة خير الأنام. أيها الأحبة الكرام، من أخلاق الإسلام العظيمة خلق التوكل، والتوكل هو اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى في جلب أي نفع وفي دفع أي ضرر، أن يعتمد القلب على الله وحده، هذا هو التوكل، أن تتوكل على الله في كل حياتك وفي كل المقامات. ما من مقام من المقامات إلا ويحتاج إلى توكل. حتى العبادة، عندما تعبد المولى جل وعلا أنت تحتاج إلى توكل، تحتاج إلى عون من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والله سبحانه وتعالى يقول: فاعبده وتوكل عليه. حتى في العبادة، في أي نوع من أنواع العبادة، أنت تحتاج إلى توكل، أن يعتمد القلب على الواحد الأحد سبحانه. في طلب رزقك أنت تحتاج إلى توكل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنت تحتاج إلى توكل في كل المقامات. أقول الصحابة الكرام عندما جاءهم أولئك الذين يخوفونهم من الأعداء، وقالوا لهم كما أخبرنا الوحي الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فمقام التوكل أو عبادة التوكل نحتاج إليها في كل أحوالنا، في البيع والشراء وفي القضاء وفي السفر وفي كل أحوالنا، نحتاج إلى هذا الخلق العظيم الذي هو التوكل على الله سبحانه. هل التوكل يتنافى الأسباب؟ أبدا. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أعقلها وتوكل على الله، أعقلها وتوكل على الله. في الحديث الرائع العظيم: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو أي تخرج من أعشاشها صباحا تبحث عن القوت، وتروح أي تعود إلى أعشاشها مساء بطانا أي شبعا. تغدو خماصا جائعة، كما قال سبحانه: فمن اضطر في مخمصة، هي شدة الجوع، وتروح بطانا. إذن الطير خرجت من أعشاشها أم بقيت؟ خرجت، تحركت، اتخذت الأسباب، ثم عادت بطانا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والآية الكريمة ترشدنا إلى هذا الأمر، الحركة واتخاذ الأسباب: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لابد من الحركة، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فإذا قضيت الصلاة
فانتشروا في الأرض لطلب الرزق وللعمل وللنشاط. فالتوكل لا يتعارض أبداً واتخاذ الأسباب. مريم عليها السلام التي خرج من بطنها المعجزة عيسى عليه السلام، لما ذهبت لأن تضعه يأمرها ربها بأن تهز إليها بجذع إليها بجذع النخلة، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وكلها كانت معجزات، أولا كان جذعا ولم تكن نخلة، فلما هزته وإذا بالباري جل وعلا ينشئ فيه تمرا، يعني كل ما يحدث كان معجزات وآيات ربانية. وهزي إليك، هذا من اتخاذ الأسباب. الله سبحانه يعني قادر على أن يبعث إليها بالتمر في طبق، كما كان يدخل عليها يحيى عليه السلام، كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا. كان ممكن نفس الشيء، ولكن ربي سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا شيء، وهو اتخاذ الأسباب. وهزي إليك بجذع النخلة، لابد من الحركة، حركة حتى يأتيك الرزق. ويأتي العلم الحديث، العلم الحديث ويقول بأن المرأة الحامل مما يساعدها في وضع حملها بيسر إن شاء الله أنها تمسك بشيء وتجذبه إليها، تمسك بشيء وتجذبه إليها، فهذا يساعدها في الوضع. هذه آيات، وهذا مما يستفاد من هذا النص القرآني الرباني. نحن ما نأخذه وهو هذه الحركة، اتخاذ السبب، ثم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فيا أحبتي في الله، التوكل لا يتنافى الأسباب. وجاء أحد علمائنا الأبرار الأخيار مشكورا مأجورا، وضح لنا الصورة تامة، صورة وضحها جلية، فشرح التوكل في عبارات بسيطة ولكن أصاب الهدف. فقال التوكل أن يرتاح القلب وتتعب الجوارح، التوكل أن يرتاح القلب وتتعب الجوارح. الجوارح تسعى، تتعب، تعرق، ولكن القلب مرتاح، لأن القلب معتمد على الله سبحانه، القلب مطمئن بأن الله هو الرزاق. هذه أسباب وفقط، أما الرزاق هو الواحد الأحد جل وعلا. أن يرتاح القلب، يكون مطمئن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من دعواته الكريمات: اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. القلب يرتاح أنه لا يحمل أهم الأسباب، يتخذ الأسباب ويتوقف، يتوقف عند اتخاذ الأسباب. أما ما يأتي بعدها فهو من الواحد الأحد جل وعلا، فيكون القلب مرتاحا مطمئنا. ينام في الليل، إن انشغل فإنما ينشغل بالله عز وجل، ينشغل بالذكر، ينشغل بأي شيء، يخاف لقاء الله سبحانه. أما الدنيا ليست في قلبه أبدا. هذه هي حقيقة التوكل، هذا هو مقام التوكل الذي نحتاج إليه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتوكلين الصادقين.